ونصنع الإصلاح إطلاق مع كثيف عن الحي من قبل عصابات بشار الأسد. أسأل الله أمام الوكيل 20/3/2012 ملك العرب ما حد يسأل يقطع الشارع على تقطع وادي ما تحسن تقطيع ملك الأهالي إذا تقطع ما تحسن تقطيع الله يفك يا بشار. وليك الصاروخ الضارب البيت ليكم هذا الصاروخ النزيل هذا الهاوية ليكم شوفوا بعينكم الصواريخ شلون تنزل علينا بالارض هاي ما فبرك يا قرد الاخباري السوري شوفوا شلون نزل على باب الدار على بيوت الاهالي حسبي الله ونعم الوكيل 20/3/2012 هذا باب السباعه